بأجواء صيفية وعلى شاطئ البحر الميت، وبحضور رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني ووزير السياحة نايف الفايز، انطلقت وللعام الثاني على التوالي ليالي البحر الميت تحت شعار طل وبحر طرب وسهر. هالفعالية وبعد نجاحها بالنسخة الأولى منها تقرر أنه تستمر للسنوات القادمة، والليلة الأولى من هالليالي كانت من 1000 ليلة وليلة. فبعد فقرة فرقة أمانة عمان الكبرى ويلي أشعلوا الجمهور بالحماس، طلت النجمة الأردنية المتألقة مكادي نحاس يلي أسحرت بصوتها مواج البحر، وغنى الجمهور معها وتفاعل مع صوتها الدافي. كل عام ولياليكم طرب وسهر. لبرنامج حلوة يا دنيا، أحمد الكيلاني.